اهلا بحضراتكم من جديد. لا صوت يعلو على صوت الكيان، واعتقد جرعه كرويه مهمه جدا حضراتكم بتتعرضوا لها يوميا، لكن مع زحمه المباريات تبقى النتائج ايضا مهمه، والتقليب في اسباب هذه النتائج ودلالاتها على مستقبل البطوله. عشان كده اهتمينا ان يكون معانا النهارده اثنين من نجوم ملعب الاهلي، نجوم ملعب الاهلي التحليلي ونجوم ملعب الاهلي في استاد التتش. اثنين لهم صولات وجولات كتيره وكبيره مع الكره الاهلاويه كلهم في جيله، كابتن شريف عبد المنعم ترافولتا الكره المصريه. اهلا بيك يا كابتن. استاذ ابراهيم اهلا بيك. اهلا سعد، وحشنا دايما ومستمتعين بيك. ربنا يخليك، احنا اللي بنستمتع بيكوا يعني. كابتن عدلي ده ابويا ومكتشف، يعني مكتشف فيه عبد المنعم الاول قاعد قدامي في وشي، فانا قاعد اقول اهم الاسرار وادق التفاصيل لما كل ما تجيلي يعني. والكابتن اسامه حسني نجم النادي الاهلي وواحد من نجوم استوديو التحليل. كابتن اسامه اهلا بيك. ازيك يا استاذ ابراهيم، ودايما بنستمتع بيك طبعا، ومع الكابتن عادل قاي في ملك الكتابه. بس عايز اسالكم بقى سؤال النهارده. ايوه. انا بقى لي سنوات طويله بتفرج على ملك الكتاب، بس ما اعرفش مين الملك ومين الكتاب. ما هي دي حسب الملك الاهلي والكتابه كل ما يكتب عنه كده يا كابتن عادل. الاثنين دول بقى بيجمعهم شيء، لعبوا وهم صغيرين جدا، 17 سنه اظن. ولا انت 18؟ 17 بقى بالظبط. اول ماتش رسمي ليه معايا كان 16 ونص. 16 ونص كمان. شايفنا هو لعب اصغر مني. اصغر منك ب 16. انا لعبت 17. انا لعبت على ايدك في المنتخب ناشئين وانت تابعتني يعني. الحقيقه الاثنين يعتبروا خلاصه ما يتمناه النادي الاهلي، اكتشاف المواهب في صغرها وتاخد فرصتها، وهم كمان كانوا على قدر المسؤوليه والحدث. والحقيقه يعني في الاستوديو التحليلي دايما مع كابتن اسلام الشاطر بنستمتع بيكم بجد. رؤيتكم والاحساس بالملعب برضو دي مساله مهمه جدا. يعني انتوا لعيبه برضو على ال لا احنا بنفتح على بعض يعني، بناخد من بعض الحقيقه. جميع الناس يعني بنشتغل معاهم كباتن وعندهم خبرات، بس مش اي واحد تحطه يتكلم في الكوره وموضوعيه يعني احنا عاده بنتكلم كلنا في الكوره، بس ممكن اللي نقوله بره الناس ما تستسغوش. لكن اهم حاجه انك تلاقي حد عنده رؤيه وعنده فكر وطعمه مختلف. طعمكم في الملعب كان مختلف، والنهارده باذن الله هتقدموا لنا حلقه استثنائيه، لان يعني الماتشات عماله تتوالى. وانا شايف ان ما اصبحش في فرق صغيره طبعا، كل الفرق مؤهله انها تعمل مشاكل للفرق الكبيره طبعا. لحد ماتش مالي وموريتانيا مفيش حاجه يبكوا عليها، محدش عدى الجولين. مالي بتقدمها على موريتانيا دلوقتي 4-1 يعني. السكور بيعلى. انت كنت بتتكلم على انه لغايه دلوقتي محدش زاد عن 2، لا وصلت 4 اهي. ما انا بقول لك يعني هو مالي اول فريق يتجاوز هذا الامر، يمكن للفارق حتى في التاريخ وفي في كل شيء، في الخبرات في الاشتراكات. ده رئيس موريتانيا موجود النهارده في الملعب، حدث كبير قوي بالنسبه لهم. اول مره بيبقوا في البطوله يعني، ده اول مشاركه كتر خيره. لو كمان في مباراه مدغشقر وغينيا يعني لو تتكلم بحكم التاريخ انتهت بالتعادل. لو النهارده مدغشقر مشاركه لاول مره في بطوله، دي كانت متقدمه فالنهارده ده برضو من ضمن المفاجات في البطوله. موريتانيا طبعا انا يعني من وجهه نظري مجرد وصول موريتانيا لكاس الامم الافريقيه فده في حد ذاته انجاز بالنسبه للكره هناك، امكانيات موريتانيا والوضع هناك، فده بيعتبر انجاز كبير ليهم هو وصولهم لكاس الامم الافريقيه. عارف موريتانيا عندها علينا عربيا يعني كلام عربي كله طبعا طبعا. موريتانيا عندها مشكله غريبه جدا، لان ما عندهاش كره متقدمه كانت معظم لعبتها بيروح يتجنسوا بدول الجوار. النموذج يعني انا عرفت القصه دي ازاي. دومينيك دا سيلفا هو اصلا موريتاني، لاعب موريتاني وخد الجنسيه السنغاليه مش عارف فكان معاه الباسبور ده، كان معاه الباسبور ده يعني يمشي كده ويمشي كده. موريتانيا فيها مواهب فعلا، لكن هي الامكانيات اللي في الكوره هناك في الدوله يعني بتخلي اللعيبه تلجا انها تتجنس في دول تانية عشان تقدر تاخد فرصه كمان عشان تظهر، وموضوع الاحتراف وموضوع مستوى المعيشه عندهم كمان زي الصومال كده برضو يعني دول ظروفها صعبه. عايزين
يلعبوا عايزين يعني، بس الامكانيات التسويقيه الامكانيات المتاحه ليهم من بالنسبه للبيئه اللي هم محيطه ليهم كرياضه. انت حضرتك شفت طبعا ايام ما رحت الصومال ورحنا لعبنا في الصومال كلنا وفي بدايتك افريقيه هورسيد الصومال ده انا بدايتي مع الصومال ف الناس دي برضو محتاجين امكانيات كبيره قوي في البنيه التحتيه هتصرف فلوس يا مش هتعرف تعمل اي حاجه معاهم. ما تيجي نبتدي كده بنظام الفلاش باك. يعني النهارده الماتش اللي لفت نظري لان التاني موريتانيا ومالي انا كنت في الطريق جاي، لكن تونس وانجولا انا عارف ان انجولا فريق كويس بس عارف ان تونس فريق هايل وعامل فتره اعداد يعني تقيله وعامل نتائج تقيله قبل ما يجي كرواتيا ولاعب فرق قويه. حتى احنا قلنا احنا عمالين نلعب فرق خفيفه وتونس بتروح تلعب فرق من العيار الثقيل، ما بنش عارفين ايه الصح والغلط. انا النهارده شفت من ناحيه اللياقه البدنيه على الاقل انجولا واقف على رجلها اكتر، اجهدت تونس اجهاد خصوصا في الشوط الثاني، يكاد يكون وان سايد جيم الشوط الثاني. بس انت قلت لي كلمه كده برضو كويسه قبل ما نخش يعني على الهوا، ما هم زينا يعني احنا لحد دلوقتي ما خلصناش الدوري وهم مستمرين معانا في الاداء لغايه لما دخلوا في المعسكرات وحد كان له تاثير يعني. طبعا ده سمحوا عشان يكملوا ان اللعيبه تروح وتخرج تخرج بره المعسكر وترجع تاني، كان عندهم فلكسبيليتي شويه كده ان هم يخلي الدنيا تمشي عايزين يخلصوا الدوري غير بقى ان المدير الفني كمان استغنى عن علي معلول مثلا لشكل اداري او شكل حاجه، فبيفقد كمان قوه معينه بتبقى موجوده عنده، عامل حركه رهيب ناحيه الشمال ده يقدر في اي كره عرضيه هو محتاجها النهارده. انا ما شفتش تونس ثاني تايم لسه، كنت بقول ابراهيم انا لسه ما شفتش تونس ثاني تايم بتروح على الناحيه الثانيه خالص، كله قاتل كله ميس باس واللعيبه مش قادره حتى من امهرهم موجود في الملعب حاله واقعه يعني زينا. فرجان اساسي في الملعب له جمهوره حتى من الناحيه دي يعني، كان لازم تحسب كده لو اثنين زي بعض وواحد هيجيب لك تعاطف الجمهور. حضرتك شرحتها حاله بدنيه بتاعت انجولا تونس. واقفين على حيلهم وفنياتهم مش زي فنيات تونس، يمكن تونس بيمتصوا الكره لا الوعي الوعي تونس كانت عندها خطوره عندها امتصاص منهم وان هم يهدوهم وكانوا كسبانين واحد انما اعتمدوا على كده بس، انما ما كانوش موجودين خالص مش زي مصر مثلا لعبت اول هاف تايم جامد ومتقاسم الهاف تايم الثاني. لا مصر ضيعت فرص يا مصر غلطت في ان ما بيرجعوش 4-4-2 في الدفاع، لا عاملين مساحات خلوا الناس يلعبوا نص الملعب اجهاد برضه. ما هو الفرقتين ظروف واحده طبعا والمغرب معاهم. طيب الاجهاد ده يا كابتن يطرح سؤال مهم قوي، البطوله دي لاول مره تتلعب في الصيف بعد ما الاتحاد الافريقي لاسباب تسويقيه جابها للصيف عشان يضمن مشاركه كبار النجوم المحترفين في انديه كبيره جدا يجيبهم يضمن مشاركتهم، بس هم جايين باجهادهم جايين وهم في فتره راحه سلبيه، بعض منهم قال ان احنا ما استكملناش الاجازه والراحه الكافيه، فانت ضمنت وجودهم بس مش بالكفاءه المطلوبه، انهي افضل الشتاء ولا الصيف؟ لو احنا بقى عايزين نرجع الافضل الصيف ولا الشتاء، بطوله بحجم بطوله افريقيه يعني لما يبقى فيها كل النجوم موجودين من الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الايطالي بكافه اللعيبه، اذا كقيمه تسويقيه، ودلوقتي كره القدم اصبحت صناعه، ازاي بتعلي المنتج اللي عندك عشان تقدر تكسب من وراء مكاسب كبير. وده الاتحاد الافريقي السنه دي بيطرح البطوله بالشكل الجديد 24 فريق فاضاف فرق عشان يقدر يلعب ماتشات اكتر فيقدر يسوق بشكل اكبر. مصر لسه ما خدناش احنا الرقم الكبير لكن هو ده الهدف من البطوله. الافضل طبعا في شهر 6 عكس في يناير، تلاقي الدوريات شغاله في اوروبا ممكن لعيبه تروح ما تروحش بلادها منتخباتها، وكمان بيعزز قيمه الانتماء والوطني عند اللاعب. النهارده لما بقى انا في منتخب غانا ولا منتخب نيجيريا ولا منتخب مصر وعندي في الدوري والدوري النادي بتاعي متمسك بيا، فانا برضو عايز اعزز قيمه الانتماء والولاء لبلدي. فالنهارده في شهر 6 ده من ضمن الحاجات اللي تبقى مميزه. النهارده محمد صلاح لما ريح 10 ايام والناس قعدت تنتقد شويه وتتكلم شويه، طب ازاي تسيبوا محمد صلاح؟ لا الصح لازم ان دي راحه ايجابيه مش راحه سلبيه، في فرق بين الراحه الايجابيه والراحه السلبيه. الراحه السلبيه دي الراحه اللي تطول، فانا محتاج اعمل بعدها فتره اعداد عشان ابدا اعوض النقاط اللي انا فقدتها سواء نقاط القوه التحمل كل النقاط بتاعت كره القدم. لكن محمد صلاح 10 ايام لا ده بالعكس استشفى مهمه جدا، استشفى ايجابيه علشان يقدر يعاود مره اخرى
يعني في كاس الكابتن عبد الصالح الوحش. تاكيدا على الكلام اللي انت حضرتك قلته يا كابتن، مره سالته يعني هو المفروض الاجازه تبقى قد ايه؟ قال لي بص يا عدلي، لو انت اديت اسبوع تقدر ترجع لحالتك بعد اسبوع، تمام. لو اديت اسبوعين محتاج شهر، تمام. يعني الاسبوع الاولاني تقدر بعد اسبوع ترجع لحالتك. وخلي بالك يا كابتن عدلي، لما كنا بنريح مع مانويل جوزيه كان معاه فيدالجو كان دايما بيعمل لكل واحد برنامج بيسلمه له قبل الاجازه بيوم، انت خد البرنامج وانت في الاجازه تعمل ايه؟ تشتغل ايه بقى؟ في ممكن تلعب تنس شويه، سباحه شويه، دي راحه ايجابيه عشان لما ترجع ما ترجعش تاني من نقطه الصفر تاني. ابدا معاك فتره اعداد محتاج شهرين وثلاث شهور. لا ده انت عندك خلاص. ما كنتوش بتصطادوا سمك؟ دلوقتي اتضح ان ليفربول بيصطادوا سمك. لا شوف محمد صلاح، لان ده في حته تانيه وفي دوري تاني، فمؤكد اتقال له كده لا تروح غصب عنك تقضي الراحه بتاعتك، خاصه فكل اللي انتقدوه انا مش معاهم. بالعكس، كنا نقدر كلنا نطلع كلعيبه الاسبوع 10 ايام دول، يا ريت كنا نقدر، بما اننا اجلنا الدوري اللي بعد البطوله يا ريتنا عملنا كده. الحقيقه احنا المفروض نكون خارجين من البطوله دي وتعلمنا حاجات كتير. طبعا الشكل بتاع محمد صلاح شكله كويس قوي في الملعب على فكره. حصلت كلام قالوا ان الدنيا كلها هتقف وتمسك محمد صلاح، وعارفين اسلوب لعبه والضغط كله على محمد صلاح. احنا غلطنا في حاجه واحده بس، ان احنا فعلا محمد صلاح لما اتحرر من اللعب ناحيه اليمين وابتدى ينزل نص الملعب ويبقى هو الاسيستنج بتاع الملعب وهو البلاي ميكر، ودي كانت اول مره انا اتفرج على محمد صلاح بيبتدي بلاي ميكر في الفرقه كلها. حتى ما بقتش تحس بعبد الله السعيد اكتر من محمد صلاح. حتى عبد الله السعيد تبقى الكوره جايه له وراح ناحيه الشمال شويه، ابص راح راجع تاني ومسلمها لصلاح عشان يعملوا بقى هو المحور. الجمله اللي هي 1-3 دي اللي اتعملت شويه مع تقدم محمدي، عشان كده كان بقى كل صلاح هو الكوره، حتى لما بتجي له بتبقى مستنيين العرضيه من صلاح، مستنيين التوغل من صلاح، طبعا مستنيين التهديف من صلاح، مش عايزين تهديف من حد تاني. الناس كلها في الاعلانات، حتى بالله عليك يا صلاح تصنع البهجه وتجيب لنا الاجوان. فالحكايه كلها بقت فوق الراجل ده. الراجل ده لو لم يوفق في الشوطه او في الجول اللي هيجيبه او، فبقت الحكايه بالنسبه لنا احنا منظور واحد بس، شايفين واحد بس، بنحاسب الفرقه كلها يا كابتن عادل على اللعيب ده بس. انما في راجل واقف بره على الخطوط بره لازم يحس بامكانيه في الدقيقه 41 ان انت الكره لما اتنقلت تحت الشمال ترجمت لحاله فرديه بهدف اتعمل في الماتشات الحبيه كذا مره، الوديه اللي قبل المباراه بالظبط، انما كانت ارضيه الملعب في برج العرب ما تسمحش لتريزيجيه انها انسيابيه وبتمشي معاه، كانت الاوت دايما تلاقيها اسامه وراه، دايما بيدور عليها وراه مش قدامه زي المره دي، وعرف ينفذ ويعمل. ففي الشكل بتاع منتخب مصر اللي هو الضغط على صلاح، حتى لما دخل جوه ما صلاح يا كابتن عادلي استاذ ابراهيم يلعب في اي حته، يدخل جوه يطلع بره، بس امكانيات بقى اللعيبه اللي حواليه. انا التحفظ بتاعي على الجهاز الفني ادارته من بره سايباها متاحه تحرريه للعيبه. انا ما شفتش يعني تعليمات للنني وطارق ان هم يكملوا في نص الملعب. انا بقيت لقيت الفرقه بتاع زيمبابوي هي مستنياك تجيب الجون والتاني والتالت. انت عدم حضور، ده انت اول ربع ساعه فعلا انت جايب اربع خمس ست جوان، تخلص الماتش تخلص الماتش ببهجه غير عاديه. انا عايز اقول انا مبسوط انه ما خلصش ببهجه يعني عشان كان ممكن شويه يعني اديت لنا استرخاء. لا بس خلي بالك يا كابتن عدلي، يعني الناس متوقعه ان مصر تنزل تكسب 3-4 مقارنه بالماتشات الوديه اللي احنا عملناها وكم الفرص. الماتشات الرسميه غير الوديه تماما طبعا، النفس فيها بيفرق. لا والضغط كمان العصبي وانت موجود والبطوله على ملعبك، شكل الجمهور واللعيبه اول مره تشوف والضغط بتاع اللعيبه نفسه مختلف اللي ضدك. طب فالنهارده حتى رتم المباريات الرسميه مختلف عن الوديه تماما. فالنهارده ان شاء الله يعني احنا حظنا حلو برضو ان مجموعتنا متوسطه لحد ما، مش هقول مجموعه قويه فيها زي مجموعه الجزائر والسنغال او مجموعات ثانيه. فالنهارده التدرج حتى في المباريات ده مهم جدا، يعملك حاله التجانس اللي تبقى موجوده للفتره اللي جايه، يديك رتم الماتشات الرسميه. يعني انا متوقع ان شاء الله المباراه الجايه مع الكونغو هيبقى الاداء منتخب مصر افضل، عمليه التجانس هتكون تمت بشكل اكبر. الا اذا ايه بقى؟ الا اذا استمرينا على الفرديه واللي انت بتقول كنت منتظر اشوف شكل جماعي ولا تعليمات بتتنفذ، اتسابت بحريه زياده عن اللزوم للعيبه. هو الشكل الجماعي
يعني مقارنة بكل الفرق اللي موجودة، لا مصر عندنا الشكل الجماعي الحمد في لله. في البداية موجود. في البداية في شكل جماعي وفي انسجام بين اللعيبة، وفي الشكل الهجومي ما شاء الله بنوصل، وبنوصل من على الأطراف كويس ومن العمق كويس. عندنا بس هي المشكلة، المشكلة الوحيدة كابتن عادل اللي ظهرت من خلال الماتشات الودية وتكملة هذه المباراة هي عملية التنظيم الدفاعي والوقفة الدفاعية لينا، خاصة من على الأطراف ومن قلب الملعب لازم يبقى في. قبل ما نروح الحتة دي بس عايزين نخلص الكلام على اللي شفناه في الملعب ودور محمد صلاح في هذه المباراة، لأن أنا حسيت إن إحنا ظلمناه شوية. مش إحنا كمشاهدين، الاعتماد على محمد صلاح يلعب 90 دقيقة وهو جاي من راحة سلبية لمدة 10 أيام، يا دوبك لعب تلت ساعة قبليها، أنت مش موافقني. لكن لا 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 يجرؤ حد بس اصبر عليا، لا يجرؤ حد، لا يجرؤ مدرب لا. أنا أو أجيري أو أي حد في ال 75,000 ال 80,000 وال 100 مليون تحرمه ولا خمس دقايق من المباراة إلا في إصابة. بس صح ولا غلط؟ لا مش غلط، مش صح ومش غلط. أنت عايز تريحه؟ أنت تريحه ده أنت بتعمل تكتيك. مش عايز أريح بس فهمني بس. أنت بتعمل حقيقة، أنا عارف ما أنت عشان بيه. أنت عارف أنا هقول إيه بس الجمهور ما يعرفش. المشاهدين ما يعرفوش. أنا ما أقدرش أخرجه. ما تخرجوش. لعب أنا أنا كنت ضد إن يبدأ المباراة. يعني حتى لو عايز تنزله الشوط الثاني بأكمله. كان هينزل يبدع وبحالته دي والفريق اللي قدامه خلاص فقد تنظيمه. مش ده في الودي مش في الرسمي. لا ده الكره اللي بخسرها الكره اللي بخسرها في الودي تتعوض، في الرسمي شريف بتيجي فوقيه. شريف انا شريف الكابتن محمد صلاح في الاخر كان مرهق جدا 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 في وجهه نظري، قفل نفسيا حتى في كور في كور. انا شفته نفسيا قفل. لا مش هو نفسيا، هو بدنيا مش هو متضايق من ان هو الفرصه اللي ضاعت منه فرصتين ورا بعض ناحيه اليمين اللي هو الشوتينج. لا هي مش عمليه مش بدنيه، مش بالباور ده مش باور محمد صلاح. هو بيتكلم صح، هو لو باور مش هتروح ضعيفه. لا ال 10 ايام عمرهم ما يفقدوا محمد صلاح، مش فقدوهوش. وانا بقول هي كانت عند جيري طرف كان شغال، انت قلت شغاله لا كان شغال بشكل مميز. لما بدا يحطه راس حربه هي دي بقى، هي دي اللي فرقت محمد صلاح، ما بداش يظهر في الحته دي بالظبط. النهارده لما كان شغال على الطرف كان عنده حريه حركه، كان بيستلم براحته. معلش غمض عينك وتخيل الغشوميه بتاعتي شويه. ما هو انا غشيم مش زيكم. لا لا, لا انا بتفرج بمفهوم ان انا عارف الباور بتاعت محمد صلاح. وهو انا حسيته انه اتضايق ان هو بتجيله الكور دي اللي المفروض كان بيخلصها بمنتهى القوه طب ما هو خلاص وصل. انت هتقول لي وهو كراس حربه، بس دي كور وصل فيها، لان هو الكوره ما بتتنسيش. ايه اللي ما تقدرش عليه لما زي زيدان قال لك لا يستجيب الجسد للنداء العقل. طب خلينا نتكلم ناخدها في الناحيه الايجابيه يا كابتن. قبل ما تقول بس حاجه، لكن انا مش بقول انا هخلي اسامه يرد. انا مش بقول بس انا كنت أنا عشان حاجه واحده بس الناس بس عشان ما تفهمش ان انا قصدي ايه. انا كنت عايز الماتش ده، احنا متفقين ان هو اخف ماتش في المجموعه لينا ولا لا؟ انا كنت عايز محمد صلاح يخرج من الماتش ده جاهز للماتش، ما جهدوش في الماتش ده وهو لسه مش مستعد للماتش اللي جاي. هذه رؤيه واحد مشاهد. مش لما تبقى 2-0 بقى ماشي. انت لما انت عايز اقولها، لو 2-0 انت كنت هشوف فرقتك حاجه ثانيه. لا 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 انت لو توفقت انت هدف تاني مش برضه كان العلاج بتاعك. انت عايز تطلع محمد صلاح شو علاجك انت كان في المباراه دي عشان تحقق اللي كان نفسك فيه، كان انت تبقى ليك متقدم في اول هاف تايم 1-2. محمد صلاح تقدر تعمل اي سيناريو انت عايزه. عمل في اول نص صحيح. ساعه كل ما يمكن شو الوان تو هات والتحضير والترقيص والتمييز والعرضيات والشوط وكل يعني ده. كل ما يمكن مفيش توفيق في كوره واحده بس. معلش هو التوفيق ده فرقت في الماتش كله. بص لها من الناحيه الايجابيه، وجوده في الملعب إنما حتى لو هو مش موفق يا سيدي. انا عايز اقصر انا عايزه 120 دقيقه انا عايزه 120 دقيقه يا كابتن اسامه. عايزه 120 دقيقه في ال 90 دقيقه. وانا عايز بقيه اللعيبه زيه يا كابتن عادل. وهو زيه. لا انا عايز بقيه اللعيبه. وهو عمل اللي عليه. لا انا عايز بقيه اللعيبه. اللعيبه لا اللعيبه
كان في لعيبه كذا كوره النهارده. عبد الله سعيد الكوره جايه بالعرض لو سايبها للنني اللي وشه في الجون. أيوة خلص لي المباراه. طب ما دي الفرديه بقى اللي بتكلم. الكوره جايه لتريزيجيه مقابلته ليها لو قابلها صح هدف يخلص لنا المباراه. تخلي محمد صلاح ده في حته ثانيه، تخلي عبد الله ده في حته ثانيه، تخلي محمدي ده بيطلع، تخلي ايمن اشرف اشوفه. حصل لنا سيناريو، حصل لنا سيناريو كده. انما خضنا من اي كره استلمها الخصم عندي بيوصل مثلا كره بالعرض. بص لو واحد بيطلع بيعملها هو الخط اللي انت عايزه المباراه هي الثلاث نقاط دي اهم حاجه. لا 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 وعبرت عن نفسي في الافتتاح الضغط العصبي. انت معجزه اللي انت عاملها. منتخب مصر عبر عن انه عنده قدرات على ومضات خلال مراحل معينه. كنت بتشوف الجون بتاع تريزيجيه ده اجمل جون في الدوري في وجهه نظري. سيبك من ان الشوطه مبهره ولا مش مبهره، التحرك والاستلام والجماعيه واللمسه واللعبه حلو. هو ده الجون الحلو في رايي. عملها كذا مره مش هنا في الماتشات. 40 يارده تروح في السوق. دي الكره بتاعته حتى هو مع ربيع ياسين في بطوله افريقيا الجماعيه. الجون اللي جابه في انجلترا في كاس العالم هو جاب في انجلترا جون زي ده ممكن احسن كمان. نفس الجون ده بنفس الطريقه دي على اي حال. فرقتنا انا مطمن للقدرات الفنيه الفرديه. مظبوط. مش مطمن لبره الملعب على ضوء اللي سمعته. أنا ايه رايكم؟ بره الملعب اجواء كاس العالم مش قاعدين نشوشر على الفرقه. ما والنبي والنبي اللي بيشوشر على الفرقه مش اللي قاعدين في الاستوديوهات. ده لو سامعيننا مش احنا لو سامعيننا يبقى غلط. ليه؟ شوف وصلت لايه؟ انت عندك هو انت مش كنت في النادي لا. هو انت تقدر تعيش اجواء انك تقعد عندك طرف انك الانستجرام والتويتر وال ايه ده؟ انا بتعمل لي اعلانات لازم اللعيبه. احنا ما كناش بنتفرج على التلفزيون بالليل وننام بدري يعني. اللي عليها النهارده في مسؤوليه كبيره جدا على مش كده ولا ايه؟ شايفه اهتمام الدوله. يعني انت في اربع شهور اعجاز انك تعمل الملاعب دي والبنيه التحتيه والتنظيم دوت. فالنهارده الدوله داخله في الموضوع فده يلقي بمسؤوليه كبيره جدا على اللعيبه. النهارده البطوله على ملعبك وسط جمهورك وجمهورك النهارده ما شاء الله ما فيش مكان لقدم في مباراه الافتتاح وكل المباريات اللي جايه هتكون بنفس الشكل. فالنهارده لازم اللعيبه لما بقى بتاعت اللعيبه كابتن عادل ممكن نبقى احنا جوه الملعب في اخطاء وارد يبقى في اخطاء على المستوى الجماعي والفردي لكن دايما اللمه هي دي اللي بتجيب البطوله. خاصه انت بتتكلم كابتن اسامه لما بره الملعب بتجيب لمه في الملعب. اه صح ولا غلط؟ مظبوط. احنا طول عمرنا بنشوف اللعيبه كانت بتتلم بره الملعب فبتتلم جوه الملعب. انما هي فكره مش عايز اطول في الحته دي لان هي دي ده حضرتك بتشرح جوه او قلقتني قلب الشيء اللي كل الناس لمساه ومش عايز وبنتحسس مش عايز تاني بنتحسس الحوار فيه كاس العالم اكررها بس مظبوط. عايزين يبقى التركيز في الملعب بس ابقى اتعلمت حاجه من المنظر بتاع كاس العالم. انت بتتحسس شيء انت لمسه والجماهير لمساه على فكره. خشوا لي بقى على طيب الفرق. كابتن شريف في منتخب مصر احنا شفنا فرق كبير جدا بين الشوط الاول على الشوط الثاني. اجري عنده بدلاء كراس حربه كتير. يعني هو مبدئيا اذا كان واخد مروان كوكا مستمر واحمد علي موجود. التغيير شفنا ما عملش تغيير صريح صريح وفي نفس الوقت في قلبانه كتيره. تدخل وليد ترجع بعد كده عمرو ورده تدعب صلاح فرود وبعد كده فضلت المساله في الجزء الثاني ده الشوط الثاني كلها تقريبا ما فيش خمس دقائق شكل مستقر. هل انت مع ان احنا ما دام بنسحب مروان حتى وان كانت الناس شايفه ان هو ما كانش يتسحب محمد صلاح على الطرف افضل ولا يلعب راس حربه؟ والبدلاء التانيين هل فعلا ابعد عن ان هم ياخدوا فرص ولا ايه؟ مع امكانيات محمد صلاح كلها بس في هذا الموقف انا كان صعب قوي ان انا اقدر ادخله جوه بهذا الشكل. يعني لازم يبقى تغيير صريح الحقيقه. فتحافظ عليه هو لحد النهارده اجري ما عندوش قوام اساسي للمنتخب. ده لسه بيجرب. ده حتى في ماتش زيمبابوي بيجرب اشكال معينه. صدقني انتوا واحده واحده هتقولوا اللي انا كان قصدي اقوله. طب قول بقى. انا هو نازل وليد سليمان ليه؟ عشان يلعب مكان محمد صلاح. لا عشان يضعم خط النص. ده لا لعب كده ولا لعب كده. مش وسط مش خط وسط. انت كان عندك فجوه من ناحيه ورا المحمدي كبيره جدا وكان الشغل كله عليها تقريبا. ده معظم الشوطين كان من الحته دي. وليد سليمان بيقدر يدافع وبيقدر يدي المجهود في الحته دي. فهو وعشان ما يخرجش محمد صلاح لان ما يصحش ما ينفعش. ده كان رايي انه ما يبتديش محمد صلاح عشان كده. فهو اضطر يخرج راس حربه ويلاعب محمد صلاح كراس حربه في الوقت اللي محمد صلاح ما طلبت منه حاجه جديده مرهقه اكتر انه يبقى محطه. هو طلب حاجه معينه في الملعب تحصل ما حصلتلوش حتى هو كمدرب.
مين؟ يعني هو أجيري. لا ما حصلش حاجة. الشوط الثاني هو حتى اللي نزل ما قدرش يترجم نفسه جوه الملعب، وبقى استلام الكورة إذا كنت بتتكلم على محمدي بقى بيخلي الراجل اللي ناحيته يستلم بسهولة، أو نص الملعب بقى فيه برغات وبعد بين عبد الله السعيد وبين الاثنين النني وطارق حامد، ده بقى فيه مثلث معوج فاضي فاضي الحته دي كلها فاضي. اللي في النص بينهم فاضي. دي الناس بتستلم الكره بوشها وبتبدا يعني الاطراف بتاعتهم طارق حامد عمل جهد خارق. المشكله دي ظهرت في الماتش ده كمان انما ما كانش منظم مع خط الوسط، فهو كان مكلف باخطر لعيب عندهم. تخبك المشكله دي يا كابتن عادلي، حته اللي ورا الباكين دي باك رايت والباك ليفت ظهرت كمان في الماتشات الوديه اللي كانت قبل البطوله. حته الدفاع يعني ناحية اليمين دي يعني كوبر كان بيبالغ قوي في حته في الناحيه الدفاعيه وانتقدناه في الناحيه الهجوميه. اجيري لا بيهاجم بشكل كبير لكن لازم يركز برضه على الناحيه الدفاعيه. يعني في مباريات منتخب مصر هيحتاج بدل ما بيلعب 4 2 3 1 ممكن يلعب 4 3 3 ويحط 3 في نص الملعب يقفل، وبالشكل ده يدي الحريه لمحمد صلاح وتريزيجيه والمهاجم، بدل ما محمد صلاح يرجع ال 100 متر دي ويغطي قدام محمدي، خلاص عندك واحد ثالث في نص الملعب يقدر يغطي ويشتغل هو في الناحيه الهجوميه بشكل ما يلعب زي ما بيحب، هو يلعب 3 4 3 زي ما بيلعب في ليفربول كده. انت ليش عايز تلعب 3 4 3 ده واجيري بيحب كده ليه؟ لو عندك بقى ايه النني ودونجا وطارق حامد وطارق حامد والبلاي ميكر بتاعك عبد الله سعيد والثلاثه بتوعك انت بتلعب بيهم اي فرود انت. انا لو هم الناس مش شايفه ان طب مروان طب انت لو مش شايف مروان لا مروان مع احمد علي كوكا زي ما هو عايز والطرفين صلاح وانت بقيت فرقه جميله. وبعدين انت عامل حساب اوغندا وعامل حساب الكونغو، امال هتعمل ايه لما تطلع دور ال 16 وهتعمل هتقابل ودور الثمانيه ودور انت لازم تترجم نفسك النهارده ان انت الليدنج، انت اللي الكوره كل ما بتسقط بتبقى حمراء، انت اللي انت اللي داخل، انت اللي بتلعب ضاغط، ده مفيش الفراغات دي، عندك لعيب واقع منك او لعيب اتنين العب بالسيستم اللي يخليك دايما متحكم في نص الملعب. انت هي دي الحته اللي ضيعته في ده اول ده اللي ضيعته في تاني تايم في الماتش بتاع ده اللي الواحد خايف منه في اللي جاي، لان انت مش هتلاقي فرقه طيبه شويه. ها انا بعترض على كلمه الخايف دي. انا في ملعبي ومصر وبالفرديات اللي حضرتك قلت عليها اللعيبه اللي هي تملك الفرديات دي انا ما اقدرش اقول انا ما اقدرش اقول تونس تونس بحالتها اللي كانت قدام انجول النهارده دي لو لقت المساحات دي تعمل معاك ايه؟ اي فرقه لو لقت المساحات اذا كان زيمبابوي لا الناس بقى تمسك هددتك يعني تونس هتعاني في البطوله يعني على المستوى البدني طبعاً. على المستوى البدني زي الشوط الثاني وقعوا بدنيا تماما وكمان الاختيارات بتاعت المدير الفني على علامات استفهام كبير. يعني النهارده ازاي علي معلول بحجمه وبالموهبه اللي عنده ومفتاح هجومي مهم جدا في تونس وماخدوش قال لك دايما استبعدته لاسباب فنيه لا ما هي الاسباب في الفنيه رجع قال لك دي الاسباب اللي احنا شفناها النهارده. اسامه الحدادي باك ليفت ما بيعديش نص الملعب واقف كانه بيلعب 4 مساكين ورا ومامن بشكل كبير في شكل غريب النهارده في تونس اللي كانت دايما الاطراف عندها مفاتيح لعب لما كان النقاص حتى في منتخب تونس ومعلول كنت دايما بتلاقي باكين عاملين شغل هجومي عالي جدا طايرين النهارده الاثنين واقفين وسامر حد ناحيه الشمال. طب بالنسبه للفرق اللي قدرت تعبر عن نفسها الى حد ما مين الفرق يعني؟ طبعا رقم واحد المباراه اللي انا استمتعت بيها السنغال. السنغال كان امام تنزانيا قدوا مباراه بالرغم ان تنزانيا برده مش ما اقدرش اقول من الفرق الكبيره او من الماتشات القويه، لكن الجماعيه موجوده في لعيبه السنغال. السنغال طبعا لو قيمنا كل لعيب كمستوى فردي لا مستوى فردي ما شاء الله حاجه جامده جدا، لكن المستوى الجماعي لا المستوى الجماعي موجود، التفاهم موجود وسط اللعيبه، الجديه موجوده. النهارده السنغال مرشحه انها توصل للمباراه النهائيه. تاني فرقه الجزائر كمان سادي ماني ما لعبش يعني طبعا سادي ماني كمان ما لعبش رغم ان غيابه مؤثر لكن اللعيبه واخده المباراه طيب بشكل كبير. ما هو شوف ما هو واحد فكر ما هو ما لعبش بكلمك على الفرقتين المرشحين للفاينل الانذارات ايوه يعني تصفيات موقوف سابق حصل حاجه عايز يقول ان عنده البديل كمان بديل موجود دول مرشحين انهم يوصلوا فاينل على فكره الناس عارفه كده كويس قوي قبل البطوله مرشحين السنغال انهم ياخدوا البطوله. طب مين غير السنغال؟ لا انا مش شايف غير مصر مش كده؟ انا شايف. لما الدنيا تروح يمين تروح شمال انا الافارقه اقدر عليه انا اروض الافارقه زي ما انا عايز. انا كابتن عادل قال لي كلمه حلوه قوي هو مطمن لفرديات اللعيبه هي عايزه تنظيم شويه ونتعب شويه الفتره الجايه دي نجرب في الفرقتين اللي هيبقوا الدنيا كلها قلبت دماغاتنا واتفرجوا على اوغندا اكن يبقى عيال بتجري بس يعني انا مش فاهم انت شفت يعني عملوا اعجاز
على فكره كسبوا بضربات ثابته. دي الفرقه اللي بتلعبنا بيتعبونا بس. لا ما هو الفرقه اللي بتلعبنا كوره احنا بنلعب معاها كوره. مفيش كوره ده جري، دول هيلعبوك جري، ربنا هيزهقوك جري. انت لازم تقرب خطوطك من بعض. كل ما انت فاكر لما هيديوكوتي راح ملاعبنا الزون ديفنس ورا ونزلنا نص الملعب، فقلنا له خواجه انت عملت فينا ليه كده؟ قال لك انا عايز اعمل زحمه، مش عايز علي خليل ده يروح، مش عايز مساحات لفاروق جعفر يقدر يعملها له، مش عايز الاطراف بتاعتهم تشتغل، انت تمسك صلاح مش صلاح اللي يمسكني، وتبتدي انت فرق السرعات بينك وبين صلاح تقدر تعدي توصل. احسن ماتش في حياتي كنت بتاخدها وتروح له. انا كل ماتشاتي كويسه يا كابتن عادل. معلش ورغم كده تبقاش مكتشفني وقاعد قدامي وتقول لي كل ماتشاتك الكويسه. انا مش عارف اوحش ماتش فين. من كده من فين اوحش ماتش؟ انا رفعت راسك في تونس، رفعت راسك قدام بايرن ميونخ يا واد فهم، قدام ساوس هامبتون. انا ما سبتكش في حته وانت رئيس يعني رئيس بعثه معايا وكده، لما الدنيا كلها كانت بتقول عايزه قاعدين الولد ده ونخطفه خدتك في تركيا. انما ده انما الحكايه ايه؟ ان انا كان عندي معلومه من مدرب مع لعيبه، انا اعمل اللي عليا بس، غيري ايه بقى؟ طاهر الشيخ وصفوت والخطيب ومصطفى عبده، انا هروح فين؟ انا اعمل اللي عليا بس. فالفرقه يقول لك ده الشيف كان كويس، قال لا طب مصطفى عبده ده كان فين؟ خطيب ده كان فين؟ الناس دي كانت فين؟ مجموعه ده اللي انا عايزه منتخب مصر حته يبعدوا شويه، وزي ما قال اسامه مصر قلبه جماعيه، قلبه انتظار. مصر اللي عملت في 3 اشهر بطولة مفيش حد في العالم يقدر، جنوب يقدر افريقيا عمل كاس العالم ادوها 4 سنين عشان صحيح. تعمل الملعب ده 4 شهور احنا كنا ناخد احنا شفنا كل السداد دلوقتي ملاعبها كلها جنوب افريقيا دي المفروض ما تبقاش في هذا الحال بعد ما وصلت لكاس العالم وعملت الانجازات دي والطفره والملايين، لازم يكون في حاجه ثانيه خالص في الكوره. انت كمان عملت ملعب تدريب، انت النهارده فرقه مديها ملعب تدريب على اعلى مستوى، ما شاء الله ربنا يكمل البطوله على خير وتشوف الدنيا تقدر تعمل اي حاجه. يعني احنا محتاجين اللعيبه بس تقعد تهدى زي ما حضرتك قلت، التركيز حد يقعد معاهم. من كده كنا بنقعد في الجامع لو انت تفتكر، ففي حاجات في الكوره غير الاداء او امكانيات اللاعب نفسه. انا اوجهه صح، انت يا طارق يا حامد عندك الحته دي بتعملها بقلب 10، مالكش دعوه بالطويله بقى. أيوة. انت سلم النني جنبك والنني يسلم لعبد الله فنعمل لمروان، فمروان ياخدها شوتينج على طول، ابص ليها في المقص. الحاجات دي هي اللي بتوصل مع بعض. العب التلت ساعه اللي لعبتها محدش يقدر عليك، ولا عندك التعلبه بتاعت لعيبتك دي اللي هوب وروح لامم وماشي واخد الناحيه الثانيه. ثقه اللعيبه، بلاش تضغط على صلاح في كل حاجه، خلي صلاح هو الهانتر. مش صلاح هو البدايه، مش الاي بي سي. ايوه ما تديلوش كل الادوار، خليه هو زد، حرام انك تديله كل الادوار. وصلاح بيلعب في ليفربول مع مين؟ مع كل واحد هناك عامل حسابه بالظبط، كل واحد بيعمل اللي عليه. كيتا هناك قافل الناحيه الثانيه، الراجل اللي وراه الباك رايت بيعمل بيطلع الناحيه الثانيه بيطلع صلاح، صلاح بيخش لجوه. ما صلاح طول عمره بيخش جوه في ماتشات يعني بيوسع للناس اللي جايه. العرضيات بتلاقي بقى ساديو ماني، بتلاقي صلاح، بتلاقي كل الناس اللي جايه، بتلاقي في سيستم، في سيستم بيتعمل. وانا انا انا مع تقدم الماتشات شايف ان المنتخب هيتحسن، مستوى هيزيد. هيزيد طبعا، لان طبعا مش بس الانسجام هيجي، لا الحاله الفرديه للنجوم اللي انت معتمد عليها هتعلى. مظبوط. وخلي بالك في فرقه هتظهر في البطوله، مش ساعات فرقه يقول لك في فرقه الحصان الاسود في البطوله وتظهر، ودايما هتلاقي كل مباراه عن الثانيه الريتم بيعلى، المستوى بيزيد، التجانس بيزيد. الجزائر بقى اهم حاجه انك انت تاخد الثلاث نقاط. ممكن نتكلم عن الجزائر شويه؟ الجزائر بس انا استنيت ان حد لا الجزائر دي زيك، الجزائر وكينيا جماهيريا ولعبا وموضوعا وكل حاجه. هي دي اخطر فرقه يا اسامه، انا بعمل حسابها. قلت لهم قبل كده 4 فرق يمكن في الحياه كلها لما بنقعد نتفرج عليهم ما بنصدقش انهم خسروا الا لما نشوف بعينينا، المانيا، برازيل، الجزائر، برشلونه. انا ما اقدرش وانت رايح اتفرج على ماتش زي ده اقول دول هيخسروا النهارده. عندهم استغلال للثوابت، وعندهم لعيبه، وعندهم شوتينج، وعندهم تكروح، وعندهم روح، وعندهم جماهير زينا لا تقبل، لا تقبل خساره، ده جماهيرهم لا تقبل خساره. عندهم فريق ولاعيبه ما شاء الله، ما شاء الله، رياض محرز، بغداد بونجاح. طب ماتشهم عبر عن كل كل اللي احنا بنقوله ده. بيدجري لعبوا كينيا برضه، ما اقدرش اقول ان لاعب يعني مباراه قويه قدام خصم قوي، لا يعني لو حاطين عايزين نحط كينيا برضه في حجمها، لا كينيا مش من الفرق المرشحه. هي المجموعه فيها السنغال لعبت تنزانيا، وتنزانيا والجزائر لعبت كينيا، لا يعني كل فرقه قويه لعبت الاضعف. المقياس لما نشوف بقى السنغال مع الجزائر هو ده الكلام، بس هيكون خلاص حسموا الامور. مين هيبقى اول ومين هيبقى تاني، دي اللي هتبقى لو هتعرفهم الاثنين السنه اللي جاي. انت قلتها مباراه القوه دي هتعرفهم الاثنين،
هيتفتشوا بقى الفرقتين دول. دول عملوا فيهم ايه؟ دول اكبر حاجه واحنا قاعدين بنتفرج عليهم احنا نعرف رايحين فين مع النادي. النادي لازم هيبقوا بؤره الضوء اكيد يعني. لكن عندهم خطوط قويه جدا. حارس مرمى ممتاز، خط دفاع ما شاء الله، عندهم تماسك ودفاع، حتى وهما بيدافعوا تلاقي الخطوط كلها قريبه من بعض، مفيش فجوات ما بين الدفاع ووسط الملعب والهجوم. منظر الفرقه، التنظيم بتاع عندهم الفرقه، الجماعيه في الاداء. الله ينور عليك، التنظيم بتاع الفرقه. انت ناقصك تنظيم الفرقه، ناقصك ان هو يعتمد المدرب ده على القوام الاساسي بتاعه. لازم يلعب خلاص بات الامر، لازم دونجا ده يبقى في الملعب وطارق حامد والنني وعبد الله السعيد، يشكلها بقى ازاي ما نعرفش. وصلاح وتريزيجيه، وصلاح وتريزيجيه بدون فرقه. ادام انت مش عارف اصلا تشغل اللاين فيرود بتاعك اللي هو راس حربه بتاعك، لان راس حربه سامو لقيته طالع يتكلم على ولي على مروان، يقول لك يعني موقفه في الوقوف داخل البوزيشن بتاعه داخل منطقه الجزاء مش بخبره، خبره المكان نفسه او بلعب قوي جدا. لا الراجل ده لعيب كويس قوي، ده رغم الاصابات اللي جات له كابتن عادل. انا مش عشان بحب مروان مثلا، يعني الاصابات اللي حصلت في اللاعب ده وعودته ورجوعه وموقف الناس منه، وكل ما بينزل بيجيب جول، وكل ما ينزل خطر كابتن. ده الناس مش ما تعرفش انه مروان ده هو في يعني بتروجيت قبل ما يروح اسماعيلي جاله فيروس سي. بس الناس مالهاش دعوه، قعد سنه يتعالج. انت بيت في الملعب انت خلاص. لا انا بتكلم على ركبته اللي جالها قطع. بص يعني هم بيتكلموا، هو بيتكلم انت، هو انت بتتكلم على مروان بتلتمس له العذر. طبعا. لكن هو مروان عنده امكانيات، متوظف بالطريقه دي، هو نازل عشان يعمل كده. ما هو اللي صامو لقيته مش فاهمه ان مروان نازل يعمل كده على اساس ان هو المشاغب اللي بيسهل لتريزيجيه وبيعمل حاله دفاعيه مش مطلوب منه يعني. هو سايبينه برده بيعمل مجهود يمين وشمال وجري ورغم كده ورغم كده بيبقى موجود وعامل كابتن عادل. انت لعيب، انت بتاع كوره وانا يعني بثق فيك في حكايه انك انت جايب جيل اجيال جوه النادي الاهلي، انت بعينك حلو على اللاعب كويس. انت جون واحد بس في مباراه زيمبابوي على الجول اللي انت جبته مفيش مشاكل خالص، صحيح اختلفت. تلاقي الدنيا كلها مترابطه والدنيا بتلعب والدنيا مش خايفه والدنيا مش قلقانه. لو وجود مروان سردباك معاه ووجود صلاح كمان عامل لهم قلق كبير، فديفنسهم كله محجوز. وجود 85000 وجود مروان وحطيت صلاح، استاذ ابراهيم وجود الرئيس وجود جميع الناس الشخصيات العالميه اللي موجوده شخصيه الافتتاح 85000 وجود مليون على التلفزيونات كلها بتراقبك انت محسوب عليك كل خطوه لكل لاعب في كل تصرف في كل ميس باس في كل امتيازات في كل ايجابيات كل سلبيات. اليوم ده الحمد لله عدى على كده له الشحن والتوتر العصبي ما شاء الله. اليوم ده يعدي على كده والحمد لله. نيجيريا في المجموعه الثانيه وشفناها بتكسب اول مباراه. هل عبرت بالعافيه؟ اتفرجت انا على المباراه. نيجيريا بتعاني برضه يعني. احنا لو هنقارن نيجيريا بالجيل اللي احنا كنا نتفرج عليه في الاولمبياد بقى بتاع كان وكان معاهم بونفرير كمان مدرب الاهلي، لا هيبقى يعني 96 خدوا الذهبيه. هنظلم الجيل ده يعني. اتفرجت عليهم كافراد وكفرديات ما شاء الله على المستوى، لكن كجماعيه تحس ان ما فيش تفاهم ما بينهم في اللعيبه، حتى في خلق الفرص قدام في النواحي الهجوميه بيخلقوا الفرصه بصعوبه. الهدف احرزوه طبعا فاخر المباراه يعني بشق الانفس، لكن نيجيريا بالشكل اللي احنا شفناه وحتى المباراه اللي احنا لعبناها قصادهم كانت قبل كده كانت في نيجيريا وهم كسبونا 1-0 ما ادوش برضو بالقوه بالرغم ان كانت المباراه على ملعبهم. ففي البطوله دي على ما اعتقد نيجيريا مش هتكمل للادوار يعني دور ولا قبلها. هي من الفرق اللي برضو ما ترميش تبطها وقد تفاجئنا مع تطور على حسب هتقابل مين بقى؟ على حسب هتمشي ازاي بتجري بتاعها ماشي ازاي. ما هي شوف لو ناويه تعملها مش هيفرق معاها هتقابل مين. لا انت اذا ما اذا شكلها انبسط في الفتره دي واطلع، اذا فضلت بالشكل ده لا مش هتكمل، انت هتروح على النوك اوت بعد كده. انما لو هي يعني نعتبرها مدخره مجهودها نعتبرها، لان نيجيريا ما فيش بعد ايتو يوم ما خد 4 من مصر في 2008 وصفى معايا الفاينل. طيب ما هو ده اللي انت بتقوله ده. انا ما اقدرش بقى، انا ما اقدرش اسم بس احنا ما اقدرش اصنفه على يعني. ده اللي احنا شفناه في البطوله في اول مباراه يعني. احنا بنقيم الوضع على نيجيريا النهارده كان بيلعبوا فرقه ضعيفه كانوا بيلعبوا بوروندي فمفروض يعني اول مباراه وامام بوروندي لازم الاداء يبقى شكله افضل من كده، لازم حتى المكسب يبقى مكسب مريح بدايه المباراه. طب المغرب مع ناميبيا حد يصدق؟ بس الشكل والاداء المغرب بالرغم من الهدف جه في اخر المباراه وخطا من المدافع، لكن المغرب ليها شكل داخل الملعب، عمليه الاستحواذ ليهم شكل، خلق الفرص في شكل، فرديات التنظيم الدفاعي ورا
وانت بتهاجم في ناس واقفه ورا وحافظه، لا في شغل مدرب. عمليه تاخر الهدف دي شيء وارد في كره القدم، لكن نيجيريا هو اللي الشكل مالهم شكل في الملعب. ليه كنتوا الاثنين يعني انت كنت شايف ان يعني وليد ازارو يعني انت شايف فيه فراوده يعني واو قوي كده لدرجه اصلا انا وليد ازارو ده شايفه هو بيضيع فرص كتير جدا انما هو الوحيد اللي يديك امل انه يوصل لجون في اي لحظه. مظبوط. معرفش انا عايزه، انا عايز وليد ازارو مش بتاع السنه اللي فاتت اللي قبلها. ماشي ممكن الدافع اللي عنده يعني ممكن الدافع. لكن بتكلم على ايه؟ طب انا عايز الجون بتاع الاسماعيلي ده عشان ده هشرح وجهه نظري. ان هو بيخلق لك من الفرص الميته فرصه. طبعا الجون ده دي كره ماتت. يعني هو جري على كره ماتت فنطت نطه القفزه اللي قفزها عشان لعبها بالهيد جاب الجول. الصعب للمهاجم، اصعب حاجه في كره القدم في المهاجم انه ما يقدرش يخلق فرصه، ده الصعب. واقول عليه مهاجم مش كويس. بدل بيقدر يخلق لنفسه الفرص هيجيب يبقى جوال. يبقى مهاجم مميز انه يسجل، يبقى مهاجم شوف حته ثانيه تملي يعمل لك خطوره. بص لا وفي اي ثانيه يقدر يعمل لك فرصه، بس هي اللي كان بيعيب شويه وليد ازارو عمليه الاستعجال. عمليه انه لما كان بيضيع الثقه بنفسه قلت شويه، كان ممكن تتعالج طبعا بتدريبات اضافيه بعمليه تخصص في التمرين انهاء الهجمات يقدر يتعود من ناحيه الشمال. زائد التوفيق ده عنصر مهم في كره القدم. السنه اللي فاتت مره واحده اوف فتح ده في المصري. يعني الهدف ده في المصري التحرك بتاعه واحمد فتحي بيعملها له انه ازاي بيقف بجنبه وبيروح السبرنت. هو ده اللي عايز اقوله للناس يا اخوانا خدوا بالكم. الراجل ده شوف اهميه انه على طول بيقدر بيخلق من كور ميته فرص حقيقيه. ولذلك هو بيتحاسب على الميزه بتاعته. ما هو ممكن لو صهين شويه مش هيضيع. انا ما انا عايزه زي ما جه في اول ما جه راجل اكتف قوي. في كور بتروح منه غصب عنه على فكره. انما في كور انا ما صدقش ان هو ضيعها. لما انا شايف ان تركيزه جت في الفتره الاخرانيه دي تركيزه قل شويه، قل كتير قوي. يعني انا مش لكن مش أنا ده مش وليد ازارو. لا انا بتكلم سيبك من اسم. يعني تحديدا مش قصدي اقول وليد ازارو الحاله اللي مثل وليد ازارو هذا النوع من الفراوده. انا كان زمان في لعيب اسمه عز الدين يعقوب. بس وليد برضه عنده مهاره اكتر يعني. تاني كان لعيب العاب قوه. هو لا طريقه لعب كان عنده سرعه كان هداف الدوري وجاب الدوري الاولمبي. طريقه لعب رينار كابتن عدلي مع منتخب المغرب ما بيعتمدش ان هو بيرجع ويلعب على السرعات، هو طريقه لعبه استحواذ والمساحات الضيقه. فممكن يقول انا في الطريقه ممكن دي ممكن النوع ده النوع ده يقول لك وليد ازارو ده عايز صالح جمعه عايز عبد الله السعيد النوع ده اللي هو شايفه على طول وشايف بيثمر على سرعاته اللي هي تفرق عن الاثنين اللي بيلعبوا ورا. هو الراجل ده عايز حد شايفه وانا بشوفه في التسخين. ابص ليه راح لصالح جمعه يقول له يا صالح مش عارف ايه وعايز يعمل لغه. انا احنا انت عارف احنا بنبقى قاعدين مراقبين الحركه كلها بتاعت كل في اي لعيب بيعمل ايه. ارضيه الملعب كمان بتفرق مع اللعيبه. ادي صالح بص وادي ازار وادي جو. ده الكلام اللي انت بقوله لك انا بشوفهم قبل بضربه البدايه بيتفقوا بيتمنى منه شيء معين او بيتمنى منه تركيز صالح عليه شويه ان هو اللي هيقدر يعمل. انت مالكش دعوه في الحته دي. لا بقول له خد بالك مني انا لما بجري اعمل لي الكوره مش عارف ايه ثق فيا او خلي عندك رؤيه ليا. وكمان في عايز اقول لك حاجه ده لو جاب جول في اول الماتش بيفرق كتير قوي. صحيح يعني. لا بس خلي بالك على كتير يعني. حاجه تانية برضه دور على الماتشات وشوف ارقامه حتى لو ما بيسجلش بتلاقيه بيصنع اهداف. ايوه ده وله ضربات جزاء وخطر يعني الراجل ده يعني مباراه المصر كسبناها 2-0 انا هقول لك على حاجه حرس الحدود ده لو ياخد حقه عامل هدف لصالح جمعه وركله جزاء برغم انه برضه هقول لك ضيع فرص سهله بس برضه بتلاقيه مؤثر في. معلش انا لعبت قليل قوي في الحته دي واجدت فيها يعني شويه لما بيبقى ما عندناش مثلا راس حرب موجود او لازم انا اخش جوه يعني. انا لو لعبت في الحته دي وماتشين يا اسامه انت لعبتهم ما جبتش فيهم اجوال انت هتلعب ثالث ماتش ازاي؟ انت هتلعب انا ما اعرفش انا راس حربه دلوقتي في الفرقه ازاي يا كابتن عادل اخش انا راس حربه ومصنف بهذا الشكل واسامه بقى اسامه حسني ازاي؟ تك جول تك وفي اعتى الفرق صحيح ومختلف اصعب الظروف. بص مش عشان انت على جنب وفي مختلف الفرق مختلف الفئات وايه سيادتك بقى بتلعب مع مين؟ مع النادي الاهلي يعني له فارع طول ولا ده بيلعب مع اقوى اطراف ولا وحش يعني بيلعب مع احمد فتحي ومحمد هاني وباسم علي
وبيلعب مع علي معلول وبيلعب مع ايمن اشرف نزلوا. وبيلعب مع محمد محمود العيد. كان قال له كل دول بيشتغلوا خدميه عنده سيادته ان هو كرة كل اللي تلعب بالعرضيات دي الحته اللي انتوا طالبينها من مروان. طب اشمعنى مروان لما بينزل 10 دقائق 5 دقائق بيبقى في الحته دي اكتف قوي ما اعرفش ايه وحافظ من بره وهو نازل فرص. هو حافظ من بره وهو نازل الفرقه دي بتلعب ازاي بتاعتي. بص انا راس حربه كل ماتش ما اجيبش جون يبقى انا مروح متضايق. مش متضايق مستني الماتش الجاي باي شكل. انت عارف يعني زي ما نتعادل الماتش ده ازاي اتعادلنا يعني ما يحصلش يعني ما ينفعش. صحيح اهو جايبه لك المخرج على طول شوف شو يرد عليا قال لك لازم يبقى كده. بص الشوطه عامله ازاي الجون واقف بيتفرج عليها يا جوز انا مركز عايز ارجع مع كابتن طه اسماعيل الايام دي من اخر ايام ده اخر جول جبته مع النادي الاهلي ده من طبعا الجول ده من الاجوان فيها الجول ده كنت مراهن الكابتن صالح سليم عليه الله يرحمه الجون ده. بص انا راس حربه بص بحطها بدماغي انا هنا في راس حربه بخش جوه الجون ده طبعا ده صعب على اي حد. انا نفسي ما صدقتش يعني قالش طبعا لا لا الجون ده ربنا معمارة كان محافظ كان محافظ اسماعيليه فبيسلم عليا قبل الماتش واحنا واقفين في بقول له معلش يا استاذ محافظ انا بقى احنا لما بنتشحن ما بنشوفش قدامنا كنا بس يا محافظ انتوا هتناموا بدري النهارده على طول كده. فبعد الماتش رحت له عملت انا فاول لمجدي عبد الغني شاطر اللي هي جت طلقه برده في الماتش كسبنا اتنين فرحت له بقى قلت له انا قلت لك قال لي ادع بس ازاي تروحوا لو عليا لا انت الماتش اللي فاكره لك بقى وكان فعلا ده ماتش شريف عبد المنعم السويس ده اول ماتش في الدوري اللي كسرت رجلي فيه ده حكايه تانية ده. ده ما كانش ده حرمني انت عارف حرم مصر الماتش ده من ايه حرم مصر من انها تروح كاس العالم. انا كنت مركز عشان العب ضد تونس هلعب ضد تونس هنا وهناك وكنت حاطط التميم ده قدام عيني كده ايه تميم ده انا كنت بقلد التميم على فكره كان حته لعيب كوره صحيح اسطوره انا لعبت قدامه بقى في السعوديه كسبناهم 5-1 في التحدي السعودي انما حته لعيب كوره انا كنت نازل اتحداه نازل امسكه واكمل انا ده ما يلعبش كوره الاول وانا كنت عيل صغير بقى عندي 19 سنه ولا 18 سنه وبعدين انا اكمل واتكسرت رجلي في الماتش بتاع السويس ده في اخر ثانيه بس انا اللي عملت كده في نفسي يعني انت غير محظوظ في السويس يعني انا اللي عملت انا جبت جون طاير طبعا نرجع بالفرصه اللي فاتت دي لا بص بقى لا خش بقى على الكره دي خش لا خش على الكره دي خش على الكره دي فما شوف لما تبقى بتبص للكابتن بتاعك وبتعملها له ازاي وهو بقى بيديك الهديه وبيستقبل ازاي حكايه ثانيه خالص ها لغه ثانيه خالص السويس ده فعلا الجون اللي جابه لان احنا كنا ما احناش في احسن حالاتنا يعني الماتش ده كان صعب يعني انت ده كان بدايه الدوري جبنا 3 اجوان انا عامل 2 لطاير وانا طاير مصطفى عبده عمل كوره بعيده قوي وانا سبرنت فمش عارف الحقها استاذ ابراهيم رحت طاير بتاع 3-4 متر وحطيتها في المقص الناحيه الثانيه انا ما شفتهاش بقى وهي بتخش انا كل اللي شفته طاير الشيخ بيحضني قلت له هو في ايه قال لي جول قلت له انا ما شفتهاش شفتها طبعا بعد المباراه يعني حظي كان وحش يعني شوف شريف عبد المنعم كابتن شريف قدراته يا اسامه يلعب دلوقتي يعني من اللعيبه القليله اللي سبقت عصرها بمده طويله قدراته اللي لعب بيها في الثمانينات هي بتاعت لعيب الكره الحالي القوه والسرعه والمهاره ما اعتقدش دي توفرت لناس كتيره كان ناس كتيره عندها مهاره عاليه بس القوه اقل السرعه اقل كنا ايام بنتفرج على هولندا كنت متاثر بكرويف قوي انا حته لعيب كوره اسمه كرويف لا طبعا طبعا يروح ويرجع ويعدي ويعمل ويشوط وجسمه قوي كان حاجه فالواحد كان بيتمنى بيتفرج طيب بولندا علشان اتكلمنا على كابتن شريف عبد المنعم الراجل ده بجد يعني انت طلعت التنفضل بس فضل سبقك ولا كان فضل بقى مدير البطوله بقى فضل سبقك كنت سبقك قبل فضل انت قبل فضل قوي قبل فضل وبعد كده هو صعد بعدين المدهش يطلع 2 ناشئين والاثنين في نفس المكان وبالاخلاق دي طبعا الاخلاق ساعدتهم طبعا كمان اثنين يعني بس فضل هيدر والراجل ده هيدر يعني بيقوموا بنفس الدور ده قنايز وانا فاكر لكم ماتش انتوا الاثنين جبتوا جوان الماتش ده خلي بالك في وقت من الاوقات
كان خط هجوم النادي الاهلي كله من الناشئين، يعني اسامه حسني، كان احمد بلال، بس شخصيته محمد فضل، ثلاثه كان شرقه، في ولد كمان اسمه احمد جلال على ما اعتقد، شرقيه برضه، شرقيه، كان من الناشئين، اللي جه وراح الاسماعيلي، ده نجم الساحلي، ده ده نجم الساحلي، فكان دايما يعني الخط الممول للفريق كان هو قطاع الناشئين. احمد جلال ده ده كان عليه مشكله كبيره، كان توقف سنه، فلعيبه كتير خرجوا من قطاع الناشئين، ده كان في انيمبا. انا والله لو العب ضدك ما امسكك، يعني انا ما ولا احس ان هو ده قناص وبيسرق. ده سنه 2005 كان انيمبا ده بطل افريقيا لمدة سنتين ورا بعض، فحتى لما احنا خدنا البطولة في 2005 جينا في 2006 كان عندنا تحدي، كان مستر مانويل قال لنا عايزين نعاد الرقم انيمبا ناخد البطولة سنتين ورا بعض. هناك 1-0 هنا كورة بتحب وبترجع طبعا رضا الرب في ده من اجوان اتفضل بقى ده الجول اللي انا وقفت، انا الجول ده فاكره لما وقفت انا في الاستاد، ها خلاص بقى، والتاني ده ركبها ازاي؟ لا كان في توقيت، كنت بتتكلم انت على المهاجم. بص واقف فين يعني، بس خلي بالك برضو يا كابتن شريف، انا هرجع اقول لك عشان وليد ازارو، عشان الواحد لعب في الحته دي، بالرغم ان هو يعني ممكن بيضيع، لكن انا لا كمهاجم لما انا ما اوصلش ما اقدرش اخلق فرص، هو ما شاء الله بيخلق فرص كتير، ده اللي قصدي عليه، عمليه التهديف هتيجي، بتيجي بالتمرين الفردي، ما بياخدش حقه، ده لو تديله ضربات الجزاء اللي يستحقها كل ماتش له ضربات جزاء، لا وكمان المجهود اللي بيعمله في المباراه، لا بيعمل مجهود جبار، بيخلق فرص وبيساعد كمان زمايله انه يقدر يعني انا بتمنى منه بس مجهود اللعيبه بتاع اخواته لما بيعملوا ضغط والاهلي بيبقى كابس وجاوا العرضيه يهتم لي ونبي يجيب لي الجول، عشان الناس دي ما تفضلش، احنا مش عايزين لغايه الدقيقه 90، احنا عدنا 3 4 ماتشات في الدقيقه 90 دي، انا مش محتاجينهم حقيقه، بنروح من اول 7 8 دقائق 60 مره على الجول، في ايه يعني؟ انا من حقي كمشاهد دلوقتي، انا ماليش دعوه، انا مش لعيب كوره، انا اهلاوي دلوقتي بروح الماتش وبتحرق دمي، سيبك مني، انا عايز الفيرود اللي يبقى في المنطقه دي يخلص لي بدري بدري، والجماهير دي صحيح، ده انا بقف مع الناس الدوري يا اهلي، يعني انا مع الناس ليه؟ بنسى نفسي وبنسى الدنيا والناس كلها، كلنا بنروح نتفرج بننسى، وسامه هنطلع فاصل، انت كل ده احنا ما طلعناش فاصل، هنرجع هنطلع فاصل، احنا معاكم لسه، انت هنرجع تاني للبطوله الافريقيه، بس احنا كنا حابين ان الناس تفتكر اللعيبه العباقره اللي جت النادي الاهلي، بشكرك والله يعني. وميزة لا حاجه، وميزه كل واحد، فبعد الفاصل عايزين بقى اهم الظواهر اللي رصدها كل واحد فيكم عن البطوله الافريقيه بعد الفاصل. بعد الفاصل تعرف انه احنا لو تصدرنا مجموعتنا هنلاعب اول المجموعه الثالثه، يا اول الثالثه يا اول الرابعه يا اول الخامسه، ده لو احنا تاني، ده لو انت اول المجموعه، لو اول المجموعه هتلعب ثالث، ثالث واحده من المجموعات الثلاثه، ثالث المجموعه الثالثه، مبدئيا المجموعه الثالثه فيها الجزائر والسنغال وكينيا وتنزانيا، جزائر وسنغال اول وثاني، يا تنزانيا يا كينيا، تنزانيا ده لو المجموعه دي طلعت ثالث، لانه انت عارف انت هتصعد اول وتاني كل مجموعه، هو ده الصح، واحسن اربع توالد، يعني في مجموعتين مش هيطلع منهم توالد، وفي اربعه هيتاخد منهم توالد، فحسب النتائج في كل مجموعه، المجموعه دي لو طلعت لك ثالث هيطلع يا تنزانيا يا كينيا، فلو طلعت يبقى انت هتلعب اول حاجه واحده من دول، المؤشرات والنتائج واضحه كده. طيب ثالث المجموعه الرابعه، لو الثالثه ما طلعش منها، الرابعه فيها المغرب وكوت ديفوار وجنوب افريقيا وناميبيا، دي ممكن يطلع منها، دي انت ممكن تلاقي نفسك مع جنوب افريقيا مثلا، ده اي بلوى اي واحد من الفرق دي هتبقى مشكله، يعني مرشح انه جنوب افريقيا تدخل ثالث لو المغرب وكوت ديفوار حجزوا اول وثاني، تمام، فانت ممكن تصطدم بكوت ديفوار. عندك المجموعه الثانيه انجولا، لو انت بتتكلم بقى لو تونس ومالي صعدوا اول وثاني، عندك انجولا ممكن تبقى هي، ما انا انت عندك تونس، انا مش شاكك انت اول، ممكن تونس، انا بكلمك على بكلمك على انت اهميه ان انت تطلع الاول، المجموعه دي فيها تونس، الخمسه فيها تونس وبالي وانجولا وموريتانيا، موريتانيا هتبقى بعيده، انت ممكن تلعب تونس في المجموعه دي لو طلع الثالث، او انجولا او تونس ومالي، أي واحد ممكن يكون اول وثاني، منطقيا تونس ومالي اول وثاني، مالي مش يعني يعني حاجه مرعبه، جنوب افريقيا او انجولا حتى الان كلهم تصنيف اول،
مرعبه ايه يا كابتن عادل؟ اصبر بس عليا. انت هتقولي انجولا وتقولي ناميبيا مش انجولا مش عارف انجولا باللي قدمته النهارده مرميش طبقه. ما تجري زي ما تجري ما يعملوا انت يا سيدي كويس يعني شويه فيتك الفتنس كده واللي قدامه مش عارف. الدنيا اللي قدامه فوز ايه؟ فوز اوغندا، فوز اوغندا على الكونغو خلتها هي اول المجموعه، هي 2-0 وانت 1-0 فالخوف ان انت تطلع تاني. لو طلعت تاني ما بقتش فرقه قوي. لا لو طلعت تاني بالاسماء اللي شفتها هتلعب مع تاني المجموعه الاولى. تاني فين؟ انا السنغال والجزائر هيلعب 5 يوليو مع تاني المجموعه الثالثه. المفروض تكسب تاني المجموعه الثالثه اللي هي السنغال والجزائر. السنغال والجزائر يعني انت لو تاني انا مش هطلع تاني. انا هكسب الثلاث الماتشين الجايين يا السنغال يا الجزائر. انا ما عنديش شريك. انا كبروفيشنال واي انا ب 85,000 دول هروحهم تاني ازاي؟ ده انا هروح الجماهير دي كلها تاني متعادل في ماتش ولا مغلوب ماتش؟ اذا محتاج تكسب الماتشين الجايين فوز كويس. لا انا بقول لك انت لو طلعت كل ماتش ليه العده بتاعته، ليه الشكل بتاعه. طيب بدايتها يوم الاربعاء مصر والكونغو الديمقراطيه. انا بقول لك انت الكونغو منافس كبير. ابراهيم حضرتك بتكلمني فاحنا عندنا 7 ماتشات مش كده بقى البطوله؟ سبع ماتشات نوك اوت. احنا مش شايفين قدامنا. احنا امكانياتنا كلعيبه وفرديات زي ما الكابتن عادل احنا نملك تنظيم بس عايزين شويه تنظيم واللعيبه تحس باللي احنا بنقوله ده وساعد اللعيبه كمان. انت ليه تحط فرقه ما بتساعدش بعض؟ انت ليه بتحط طريقه ما بتساعدش بعض؟ انت ليه عندك اللعيبه كلها الكويسه دي ما بتديهاش الاتجاه ما بتديهاش السكه؟ هو ده بس اللي ناقصك. وهنتعلم امتى؟ لما يحصل نص ساعه ولا تلت ساعه زي اللي شفناه في اول مباراه. لازم تصحح. احنا ابتدينا بشكل حلو قوي. ابتدينا بشكل كويس. ايه اللي حصل لك؟ فراغ في نص الملعب. حتى تغييرات الناس اللي نزلت مضغوطه نفسيا. هو ده خلاص الملعب ما بيتفركش. وليد عيني اول ما نزل الكره بتقطع يا شريف انت راح ملعب ما بيتفركش عشان تلمه. دي عمليه صعبه جدا يعني مش دي مش سهله يعني. غير كده انا عايز اقول لك على حاجه. نجاح زي ما قال اسامه التحكيم والفرق والشكل ارضيه الملعب بالظبط سامحه للعيبه كلها انها تادي تادي بمزاج انها تشوط. الراجل بتاع مالي النهارده من احلى الاجوان اللي احنا شفناها في البطوله. دخل ناحيه اليمين وحط واحده بشماله ما شاء الله رايحه في المقص يا سما حاجه تفرح يعني. فالارضيه كمان مديانه مساحه انه يلعبوا عرضيات وكره صعبه. ليه؟ لان في مساحه. هي دي الارضيه اللي احنا لعبنا عليها الدوره اللي فاتت. ده ياخدنا بقى ده ياخدنا ايه عمليه الشوتينج. احنا ما بنشوتش من بره. انك ارضيه الملعب سكيتنج ايه لو عبد الله السعيد يعني ده يعني ظبط واحده الجون مش هيشوف. لا عبد الله بيشوط ولا نني بيشوط والاثنين عندهم المهاره دي. في التفكير جاي من العرضيات الكتير مش من التحضيرات. حتى لما بيوصل صلاح التدعيم اللي جاي على خط 18 انا مش شايفه كتير. يعني مش شايف ان في سبورت. يعني الكره لما بتروح السوليه في ملقاها كنا احنا اللي بنستقبلها ونعمل يعني. هي انجولا النهارده اجهدت تونس بالطريقه دي ان كل ما الكره ترد تروح لانجولا. ايوه لا هو كمان عامل الجو برضو في السويس جو حر فلعيبه تونس مش متعوده على الجو الحر عكس لعيبه انجولا اللي ظهر الفرق ده في الشوط الثاني يا كابتن عادل. الشوط الثاني كان انجولا واقفه على رجليها السرعات حتى ما احنا اتفقنا ان في جهاز التغييره كمان بتاعت جيرالدو بالرغم انه برضو مش هقول لك ظهر بالشكل مميز جدا لكن كان اللعب ما خدموه بس الكره لما كانت تيجي في رجله بيعمل خطوره من ناحيه طبعا يعني طلع كام كره كده بشكل مميز لكن بالرغم انه ما ظهرش بشكل مميز لكن التغييره بتاعت جيرالدو الشوط الثاني العامل البدني ساعد انجولا. منتخب مصر الماتش اللي جاي لا بديل عن الفوز. الحاجه الثانيه اللي هتاخدنا بقى عشان ده يبقى درس للعيبه مباراه زيمبابوي كانت ممكن تخلص 2-3 نكسبها. لو كنا كسبنا 2-3 كان زمانك اول مجموعه. فعمليه اضاعه الفرص النهارده ما يصحش ان طول عمرنا فرق الجون ده يفضل معزبنا. احنا النهارده ده لازم يبقى في حسابات يعني اللعيبه يعني الهدف النهارده اللي انا بضيعه خرجنا بفرق جون الهدف ما تصدرناش بفرق هدف يعني اول تلت ساعه لو في تركيز وفي توفيق ماتش كان خلص 3 ورحت بقى لعبت. طب انت شايف شايف ان احنا يعني الفرص ضاعت عدم توفيق ولا برضو لعدم التركيز وبرضه فكره الاهتمام قوي او احنا كنا مستسهلين الماتش؟ يعني ضغط الافتتاح يعني الضغط اللي واقع على اللعيبه مباراه الافتتاح ومطالب انك تكسب وعايز مستعجل المكسب دي كلها عوامل جوه اللعيبه. لما الكوره بتيجي
ممكن احطها بسهوله بطن رجلي في الجول، لا بحط فيها قوه زياده مش مطلوب. علشان اضمنها، لا عبد الله سعيد بيحطها بقوه زياده عشان اضمنها فتلاقيها في السماء فوق، او تريزيجيه عايز يحطها بتركيز عالي يحطها في الحته دي فلاقيها فوق. النهارده هي الضغط بس، اما الماتش اللي جاي خلاص انت كسبت، الماتش الجاي خلاص يعني دخلت في جو البطوله، ان شاء الله التركيز من بدايه المباراه في الفرص اللي هتتخلق تقدر بقى تسهل لك المباراه، تقدر تكسب 2-3. وكمان لما بتكسب وتجيب هدف بدري بيحطك في حته تانية في الاداء بقى، تقدر تستمتع بالكوره، تقدر نشوف النني بدل ما هو على طول الماتش اللي فات انت كسبان 1-0 واقف جنب طارق حامد خايف يتقدم فعنده تعليمات، لا اقف شويه وامن، لا لو انت كسبان 2-3 هتلاقي طارق حامد اللي واقف بس، وهتلاقي النني بيزيد مع المهاجمين، هتلاقي في تكمله، هتلاقي الباكين دايما بيزيدوا. لكن المباراه اللي فاتت نني بخيل قوي ليه في الماتش؟ لا الماتش اللي فات وانت كسبان 1 بس احنا في بدا يغير خلاص. في الشوط الاولاني يا اسامه يعني من كتر ما احنا كنا حاسين ان احنا هنجيب جول في اي وقت، ده في كوره المحمدي ومحمود علاء ضيعوها على بعض، عزم وقف بعض كده مش لا نطوا مع بعض ايوه جاتوا العرض نطوا مع بعض، يعني الكوره كانت سهله جدا ضايقوا بعض فيها ضايقوا بعض، فده كان احساس قوي ان لا انا هجيب جون انا هجيب استعجال روح زايده استعجال شويه بس انا هقول حاجه نفس الروح بنفس الاسلوب الطريقه احنا واحنا بنلعب المباراه الاولانيه دايما بنبحث عن هويه عن هويه اكتشاف الملعب، هم اكتشفوا الملعب من ناحيه اليمين من ناحيه صلاح، اكتشفوا الملعب من طرب الخطوط شويه، اكتشفوا الملعب ان الفرقه اللي احنا بنلعبها ولا حاجه خالص مستسلمه، انتوا هتكسبونا امتى؟ ده في الاول في اول الماتش انتوا هتكسبونا امتى؟ ايوه سمع كل فرقه بنلعبها بتقول لك انتوا السمعه بتاعتكم القويه بالجماهير دي بالدنيا ما تخلصونا بقى ونخلص ونشوف حالنا في المباراه اللي بعدها، ولذلك انا كنت خايف من دي ان مع تقدم الوقت الجرأه تبتدي تيجي. البحث عن الهويه في الملعب كانت 20-25 مالو جوسيان اتفرجت له على تحليل جمله كده قال لهم مصر لما كسبتش الشوط الاولاني كان هيبقى فيه صعوبه ان الماتش ده يخلص كده طبعا، يعني مش هبقى هقدر اعوض في الشوط الثاني. انا اقول لك توقيت الهدف نموذجي صراحه في الدقيقه 37-38 قبل ما يخلص بخمس دقائق انا هقول لك على حاجه، مصر بتلعب كوره قدام الفرق الكويسه احسن من طبعًا الفرق الوحش طبعا او الفرق زي موريتانيا كده وتنزانيا بتلعب بيلعبوا كوره طيب لما بيلاقي حد فرق بيقدر يهاجم عليك يعني بيفتح خطوطه انت بتقدر هنا بقى هنشوف صلاح بقى حاجه ثانيه، انا هشوف تريزيجيه لا صلاح خلاص باذن الله لان يعني هيكون استرد كامل طاقته طبعا وباذن الله هيبقى حاجه ثانيه. حاجه يا كابتن عدلي بالنسبه لصلاح دلوقتي شفناها في مباراه زيمبابوي وهتلاقيها في كل مباريات البطوله، محمد صلاح بتلاقيه دايما واحد معاه او اثنين، يعني لما بيلعب ناحيه اليمين ما بتلاقيش الباك ليفت يزيد دايما واقف معاه والمساك الثاني رامي ناحيه محمد صلاح برضه فبيلعب على اثنين. لازم اجير الماتشات اللي جايه ازاي يعني يحل الموضوع ده عشان يقدر محمد صلاح نقدر نستغله بشكل اكتر، عشان كده كان بيسقطه اي لازم يدخل طيب لهو بقى ويسيب حته الطرد دي للباك انه يشتغل فيه. هو كان بيسقطه ولا صلاح هو اللي بيسقط نفسه؟ عنده خبره طيب ازاي يعني فضل. هل تتوقع اجيري يبقى في تعديلات على التشكيل اللي بدا بيه في البدايه الماتش اللي جاي؟ لا انا بقول لا والله، لو غامر وعمل القصه دي غير بتدعيم، انا يعني شايف ان هو لما شاف ان الكونغو دي مش فرقه مش كويسه قوي انا شايف انه يلعب 4 في نص الملعب، يلعب 3-4-3 لا مش وعنده من الجواكر ان هو يعدل جوه الملعب، مش متوقع يغير الطريقه على الاقل في البدايه مش يغير بس هل الافراد يعني هل ممكن يبقى دونج على حساب النني هو مقتنع لا يعني لو غير تعدلي عنصر واحد بس انك تلعب في التشكيل ممكن مش تشوف مستحب. عمر جابر ممكن مش مستحب ممكن دفاعيا الحمادي اقوى من عمر جابر تعمل زي لما راهنت ان هو هيبتدي بعمر جابر وهيبيع كابتن الفرقه فقلت له صعب قوي ممكن يعني صعب لان هي يعني احتمال لكن مش يعني الاغلب هيبتدي بنفس التشكيل غالبا الافضل بدل ابتديت في مشوار بطوله ما اقعدش وليد سليمان ما زال وليد سليمان هو البديل الجيد يعني بس على حسب ظروف المباراه كمان يعني ولا انت ايه رايك يا كابتن عادل؟ انا ما اعرفش لا ما هو طبعا وهو لسه وليد برضه هيجي بالظروف ظروف الماتش ولما تنزل المباراه ويحصل لك دروب وانت نازل مش مع انت فرقتك مش مع فرقتك يعني. هو وليد سليمان هيصنع الفارق لوحده او تريزيجيه او صلاح أو لازم الفرقه كلها كانت تبقى معظمه ال1 2 الثلاثيات يعني انا كان من ايام عبد الله لما كان بيلعب عندنا كنت تلاقيه عنده لغه دايما كده كان اجايه في حالته كانت يا سلام علي معلول في حالته ناحيه الشمال كنا بنعمل مثلثات وتلاقي واحد من الثلاثه بيجيب الجول على فكره كل واحد بيبدع وليد عبد الله جاي كان حاجه بيبدعوا لانهم كانوا
واثقين في امكانيات بعض. انا الحته دي كانت تايهه عندي في فرقه المنتخب شويه، ازاي نسلم بعض، ازاي نستلم من بعض. انا اتصور بقى اللي يتهيألي هيؤدي مباراه افضل، اتصور يعني عبد الله سعيد. وتريزيجيه هيكون احسن من كده؟ لا تريزيجيه كويس، لا هيبقى احسن كده. اه يعني تريزيجيه يعني من اكتر الناس اللي ده هو انا عايز اقول له انت مش محتاج تثبت حاجه، بحس انه عايز يثبت حاجه. لا والراجل اسمه محمود علاء ده برضو اكتشفنا ان هو هايل، عنده سبيريت، عنده سبيريت هايل مع طارق. انا قلقت لما الاثنين دول الحقيقه عندهم سبيريت انا قلت بيخلي اللي جنبه يغير، يعني يخلي اللعيب اللي حجازي لما حجازي اول ما اتخبط وعمل مسك كده دي قلت اتكسرت، قلت اللي جنبي دي اتكسرت لان شفتها بتلعب دم في ايده قبل ما تجيب دم وهو بيعملها كده، شفتها بتلعب في ايده يعني قلت له دي اتكسرت. اتكسرت مهما اذا كان هيبقى فيه نوع من الخوف برضه في التكوف والحاجات دي. فكون كنت قلقان جدا جدا جدا، ما حسسنيش بقى بالدروب اي باي دروب محمود علاء بصراحه يعني. الحقيقه شايل الدنيا كلها، عشان كده خد رجل المباراه. هي كانت رجل المباراه في واحد من ثلاثه، يا تريزيجيه يا طارق حامد يا هو. هو الراجل الحقيقه عمله كل حاجه اللي عندهم. انا بحب اللعيب اللي بقى انا ما بطلبش من اللعيب غير انه يديني اللي عنده. انا مديتني اللي عندك خلاص، يعني انت مش مسؤول عن اي حاجه تانية. حجازي لا زال بيتدرب بالقناع ده وهيلعب بيه بكره، هيلعب بيه يوم الاربعاء برضه. بس خد بالك دي ممكن تخف في ثلاث ايام. لا اصل كسر يعني ممكن دي لو انت فعلا جبستها صح وعملتها بتلم، اصل محتاجه ممكن في المنطقه دي ربنا برضه سبحان الله تعالى في حته معينه مش عارفين يعني تبالك اسبوع في حته معينه ما بتبقاش انما هو لعب عليها فهو خلاص عدى مرحله الخوف منها. يعني هو لعب عليها، هو لو كانت غير كان ممكن يكش. لكن هو لعب عليها ودلوقتي في ماسك وفي مش عارف ايه عشان ما تضايقوش نفسيا كمان. نفس هي الحته دي ليه هتضايق هنا في الاصابه دي غير ساعتها تبقى حاجه تانية التلج. لا وهو واقف النزيف برضه انما هنا النفس دماغه كتير، هي بتفرق معاك في النفس في الجري. والحقيقه لعيب مهم جدا جدا طبعا طبعا جداً. لو كمان الروح اللي هو فيها كان مصير برغم ان الدكتور شاور الجهاز الفني وعمل له كده يعني لازم حجاز يتغير هو ما صمم لا لازم اكون موجود في الملعب فدي برضه روح وريح الفرقه في التغييرات. وبصراحه الحته دي عندنا في المنتخب فيها كذا لعيب كويس قوي عندهم روح وبيأدوا فيها كويس قوي يعني مش قلقان الحته دي قوي اكتر ما انا عايز اشوف دونجا في الملعب وطارق ونني وعبد الله يبقى اتصرف اتصرف بقى ما انت اللي حضرت لنا 3 4 3 دي طول عمرك من يوم ما جيت ما احنا كنا بنلعب على طول 3 4 على حساب السنتر فيرود مش هيبقى عندك عندي سنتر فيرود انا هيلعب بثلاثه ورا وفي اربعه في النص مع واحد بيسقط كده طارق حامد شويه مع حجازي بياخد الكوره منه ويعمل اللغه ليبرو زي على عبد الصادق عنده اثنين قافلين الناحيتين على عبد الصادق لعيبه جيرسي كده ليبرو كان بيقفل قدام الفرقه كان يقفل من ناحيه ويطلع اثنين لعيبه كوره زي دونجا ونني مع عبد الله السعيد بس هيبقى ريسك منه ان هو يلعب عايز افتكر مين اللي لعبه في الطريقه دلوقتي بعد ما خد كل الفتره اظن بايتس هو بيلعب الريسك ده مع فرقه زي السنغال فرقه انت شفتها عندها في نص ملعبها حاجات معينه برضه هيرجع يلعب اربعه في النص لانه مش هيسمح لهم ان هم يمسكوا عليه كوره. انت عندك فيتل ممكن يعملها عندك في فتره من المباريات. لا وخلي بالك انت ممكن تستغنى عن ضاله السعيد يبقى هو طارق حامد ودونجا والنني والنني هو اللي يقوم بالدور بتاع ضاله السعيد يزيد خاصة انك هتلعب بثلاثة قدام لو لعبت بصلاح يعني ده ممكن يكون تدخل مروان واحمد علي نفسه ما فيش عند النتيجة ممكن يأمن بكده يعني بس احنا برضه يا كابتن تايه عننا الناحية التانية ما هو الكونغو الديمقراطية فرقة تقيلة فرقة كبيرة في البطولة دي زئير ده الناس هتعمل من المفاجآت 74 اوغندا تكسب الكونغو وكان التفسير ان هي استهانت باوغندا ده كان ماتش ملاكمة فرقه حضنه فرقه وقاعده تديها والتانيين بيتفرجوا عليهم رامين اتنين قدام على مسافات بعيده قوي انا مش شايف الكونغو دي يعني اي حاجه خالص من اللي انا كبيره ده يمكن زمان دلوقتي طبعا احنا يمكن زمان ايام ما خدوا 74 طبعا على الكاميرا ما شفناهاش طبعا كاميرون لسه وغانا يعني انا بالنسبه لي ودول فرقتين لا يمكن تجاهلهم هجوم في اي حاجه انا هجوم اتنين من القوى العظمى يعني انت لو قلت القوى العظمى في البطوله مصر والكاميرون وغانا ونيجيريا طب خلينا نقول حاجه ثانيه كوت ديفوار برضو النهارده ساحل العاج
لعبوا النهارده وكسبوا برضو في اخر المباراه، كسبوا جنوب افريقيا النهارده. انا شفت شويه من الشوط الاولاني بس الشوط الثاني ما منلحقش يعني ما استمتعتش، نقدر نقول لسه البدايات برضو زيهم يعني زي انا ما شدونيش لسه برضو ما عبروش عن نفسهم من الفرق. البطوله دي يا كابتن زياده الفرق ل 24 احنا شفنا مستوى رابع بقى، يعني لولا الزياده ما كنتش هتشوف لا مدغشقر ولا موريتانيا ولا بروندي لا دول فرق المستوى الرابع. اضافوا ولا قللوا قوه البطوله؟ هي من ناحيه هي ناحيه تسويقيه بحت. يعني ناحيه تسويقيه انك تقدر تلعب مباريات اكتر فبتدخل دخل اكتر من ناحيه تسويقيه. ده مهم جدا بس كمان انت خلقت فرص لفرق عمرها ما كانت هتيجي. فدي هتنقل الفرق دي في حته تانية. بس خلي بالك البطوله كانت قبل كده لما بتبدا من اول مباراه في خلاص انت نار. مفيش ان انا اسخن لسه داخل بسخن في البطوله، انت من اول لحظه لا انا ثلاث نقاط عشان اقدر اكمل بيهم. دلوقتي لا انت النهارده ممكن تلاقي مالي بتلعب موريتانيا مباراه خفيفه شويه، تلاعب السنغال بتلعب تنزانيا او الجزائر بتلعب كينيا، فانت لسه عندك فرص انك تدخل في البطوله. فهي من ناحيه قوه البطوله لا يعني كانت قبل كده 20 فريق كانت العمليه افضل طبعا، لكن لو من نواحي التسويقيه وكل خلي بالك كل دول العالم دلوقتي او كل الاتحادات بنشوف اوروبا دلوقتي بتعمل دوري امم اوروبا مباراه بين البرتغال وهولندا رايح جاي، فخلاص بقت نواحي تسويقيه. حتى دلوقتي في اسبانيا السوبر بيفكروا كان بطل الدوري والكاس هيعملوها زي دوره مجمعه، بطل الدوري والوصيف وبطل الكاس والوصيف، وازاي يلعبوا زي دوره مجمعه يبقى عدد ماتشات اكتر عشان تقدر تدخل فلوس اكتر. فكل الاتجاه دلوقتي بقت ناحيه تسويقيه. بس هيقتلوا اللاعبين، بياخدوا فلوس صحيح بس بيمصوه مظبوط يعني بيعصروهم عصر. هو انا عايز اقول حاجه على الدوره دي بالنسبه لمصر اللي هو يهمنا ويخصنا، احنا قدامنا دقيقه هو ده اللي انا عايز اقوله. احنا ماتشاتنا كلها نوك اوت، انا ما عنديش حسابات فيها، انا ما عنديش حسابات. ماتش بماتش ولازم اكسب. ماتش بماتش ولازم اكسب، واحد بقى اثنين ثلاثة أربعة حسب أنا أدائي وحسب توفيقي في المباراة، إنما أنا نازل كل ماتش لازم أكسبه. ما عنديش حسابات تانية ولا عندي حكاية التالت ولا التاني ولا الحاجات دي، أنا بعمل التسع نقاط زي ما يحصل، ولو كسبت غانا أوغندا خلاص أنت طالع، أنت أول مجموعة مالكش دعوة بيها. فهي دي المبدأ بتاعنا اللي أنا بتفرج فيه على البطولة كلها بالنسبة لنا. إحنا يجوز في ماتشات إحنا ما بنتفرجش عليها، أنا مش هروح أتفرج على بروندي ومدغشقر مثلا، مش هجهد نفسي، انما حاجه نفسي ان انا ابحث عن كوت ديفوار، عن الجزائر، عن السنغال، عن بؤره الضوء اللي انا عارف ان انا هقابلها عشان اخد البطوله. هم دول اللي احنا هنبعث مع بعض. يبقى في جهاز فني بقى مساعد للراجل اجريدا شايف الفرقه دي، هو اللي بيتفرج وعارف الدنيا هتمشي معاه ازاي. يعني لا تقول لي كونغو ولا تقول لي اوغندا ولا نسمع احنا هنطلع تاني ولا هنطلع تاني، دي لغه مرفوضه تماما. استاذ ابراهيم فقط الاول شريف صادر على الاحتمالات كلها. لا ما عنديش احتمالات. المكسب يا المكسب. لا المكسب المكسب، بس المكسب هيجي ازاي؟ لما احترم الكونغو ولازم ادرس الكونغو واعمل ألف حساب للكونغو واشوف نقاط القوه واقفه ونقاط الضعف اشتغل عليها. والجنرال توفيق في الاخر. طبعا يبقى انا عملت اللي عليا وهي خلي بالك توفيق. عليه العوض بقى. عليه العوض. يا عم اسمع بقى. لو هتقول لي كونغو وادرس واعمل اللعيبه بتاعتك دي، دول دلوقتي احنا معانا عساكر. احنا عندنا لعيبه نازله ما بيحسوا باي قلق، انا عارف بلاقيهم كلهم في خط الله. استمتعنا بكم جدا وشاكرين. احنا اللي سعداء. شكرا جزيلا لكابتن شريف عبد المنعم والكابتن اسامه حسني. شكرا. عندك اضافه؟ لا مفيش بقى غير ربنا يكرمنا. انا كنت عايز اقول حاجات بيني وبينه اسرار بس لا ده حاجات ثانيه خليها على الهواء. نتمنى يوم الاربعاء ربنا يوفقنا عشان نقدر نعمل حلقه ذات طعم خاص ان شاء الله يوم الخميس باذن الله. انا عايز بس ان شاء الله لما ناخد الدوري تستضيفونا برضو احنا الاثنين عشان نتكلم بقى. لا ده هتبقى صالون محترم باذن الله. ان شاء الله دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير ودائما النصر المصري.